قبل مدام؟ اي. وين مشيت؟ انا من امريكا ونسافر ونجي لتونس وعايشه في تونس تو. تو مستقره في تونس. أي. اما قبل مشيت لامريكا. اي. وشنو البلدان الاخرى اللي زرتها؟ فلسطين. فلسطين وشنو اخر؟ هكاو. بي قولي مدام تو باش نقارنوا بين امريكا وتونس. أي. برشا شي يقولون لا مجال للمقارنة. لا ما فماش مجال، تونس أحسن بالحق. اي بس خايبك تقولي العكس. لا لا تونس أحلى وأحسن وفيها كل إشي، يعني للأولاد تربية الأولاد كل إشي باهي فيها. أمريكا أمريكا العظمى. لا لا أمريكا ستريس. أكبر ستريس بالحق. اي هاي أحكي لي شنو الحاجات الحلوين في تونس؟ البحر، العيشة، العباد اللي في تونس باهيين برشا، كل شيء فيها باهي. انت اصلك فلسطينيه؟ اي. ومقيمه في تونس؟ اي. والمحبه هذه الكل تونس؟ نحبها برشا، انا اهلي كلهم في امريكا وانا حبيت نعيش في تونس لحالي. شنو الاختيار هذا؟ اختيار ولادي، حبيت نربي ولادي في بلاد عربيه، بلاد مسلمه، بلادهم، يعرفوا بلادهم ويعرفهم دينهم وكل شيء. كنت نجم تهزهم لأي بلاد أخرى ولا؟ أي. أما أنت قررت أنك تجيبهم لتونس. تونس أي. وتونس أحلى بلد شفتها. نحس فما محبة كبيرة لبلادنا. برشا، نحبها برشا برشا. اللي 12 سنة هان. ومستحيل نرجع لأمريكا نعيش فيها. برشا ناس باش يتفرجوا فيك يقولوا تفضل تونس على أمريكا. أي. اي لانه تونس عندك تعيشي هناك ستريس وخدمه وتربيه الاولاد نو جود الاخر. تونس هنا تنجمي انت تتحكمي في اولادك وتربي اولادك كما تحبي، وبلاد حلوه. مواطنه بالخارج هكا ولا مدام؟ وي سافا لاباس الحمد لله. وقت جيت لتونس؟ نهار حد اللي فات. لحد اللي فات انت والمسيو والبوغوس الاولاد صغير ساعة. هي. العائله المضيقه نقولوا احنا. اي ناقصين زوز ربي يجيبهم على خير. عاش. كبار ولا صغار وليدات الاخرين؟ 13 و 11. خليته في فرنسا. اي علاش ما جبتهمش معاك؟ خاطر جينا اون سيمين رابيد. ديما انت مدام من الجاليه بالخارج اللي يحبوا يجيو وكل. وي ديما تحتاج تتوحشوا تونس. اي نموتوا على تونس من نحن صغار، ديما نجو وديما نحبوا نجوها. احكي لي شنو احساسك كنت بعيده على ارض الوطن؟ صافي مالو كور، صافي بليزير كي تجي هنا تجي، ما سي نورمال. حتى كان نحن مولودين غادي تونس تقعد حاجه كبيره عندنا ونموتوا عليها، وجمعت فرنسا الكل اللي ناسيوناليتي تونيزيان يموتوا على تونس. قولي هكا وانت تبدا تتفرج في الاخبار نتاع تونس، تشوف البايج فيسبوك، المسلسلات، كل شيء نتابعه في تونس كوم سي نحن نسكنوا هنا. باش تصيفوا لهنا ولا جوست باش تروحوا؟ لا لا باش نصيفوا هنا، كل عام نجو نجي. تجيب الفاميل الكل؟ ايه توت لا فامي. واي يقولوا اللي جماعة الجالية بالخارج بداوا يحضروا تيلة العام الكل، الحاجة هذه نتاع تونس، اللبسة هذه باش نروح بها لتونس. قولي احكي لي هذاك هي تبدا تحضر من توت لاني وانت تقول بولي فاكانس لتونس، لتونس الفامي وكل شيء. اي تونس فاكانس تونس تقعد حاجه كبيره ياسر. هذايا للبحر، هذايا للعيد، هذايا للعرس ولد خالتي. توت افي اون سي جامي كان عندنا عرس اخر ولا تجي ما فما بولي سورتي كل شيء. وقت اللي تريزيرفي سي بون باش تروح لتونس، احكي لي على الشعور هذاك السمح. وقت اللي سي بون تاخذ قص البي وباش تروح مثلا لو 15 تاتون كو وقتاش يجي النهار باش تروح صايك ترقد تشوف كان النهار وقتاش باش تروح. وكل الفاليز يبداو حاضرين. وي من 1 جانفي ونحن نحضروا لي فاليز. وين سي بون غدوه جايه الطياره ان شاء الله. احكي لي نحبك الاحساس انا نتاع والشوق نتاعكم لتونس. معناها ديجا كي الطقس يبدا يسخن تو نبدو الكل جماعه غادي كل شيء نقولوا وقتاش ساي نشوفوا فيها السيف ونشوفوا كان تونس وقلبنا يدوق وكل شيء نحبوا نروحوا. مالوغوزمون ما نجموش ما نعيشوش هنا، ما كان نجمو نجو نعيشوا هنا. طلعنا في الطياره توا سي بون وشادين الطريق لتونس كما قال. وانت سي بون باش تدخل قلبك يدق بالحق. وكي توصل هنا عندك فرحه مش نورمال. هبطنا في المطار توا ولا احساس ديما يقعد احساس مش احساس عادي، مش احساس نتاع كل يوم، احساس فريمون نتاع تونس. كي تجي لتونس ديما قلبك
سي نورمال. كي ترى العالم مدام صافي بليزير. العالم عالم. تمشيو تحضروا حفلات غادي في فرنسا يعملوهم فنانين توينسا ولا اي اي نمشوا نمشوا فما برشا فما نحن نسكنوا في مارساي فما برشا في مارساي في نيس كل شيء نمشوا ديما. الاحساس اللي انت تحس فيه توا صغارك شنو لاحظت معناها يحسوا كيفك يحبوا بلادهم؟ كيفي اي كيفي. ولدي ديجا هنا يقول لي نموت على تونس حاب نقعد في تونس. بناتي مالوغوزمون ما نجمتش نجيبهم توا يستنوا الصيف وقتاش يجوا افيك امباسيونس. وي يقولوا ما يعرف قيمه البلاد بالحق كان اللي بعد عليها صحيحه ولا غلطه؟ واقيلا بوتيتر جو سي با مي سي فري نحن نعرفوا لا فالور نتاع تونس ونموتوا على تونس لا فيريتي. شو تحب تقول للتوانسه اللي مازالوا ما جاوش من فرنسا ولا من البلدان الاوروبيه بصفه عامه؟ فما برشا ما عادش تيجوا يفو يجوا لتونس خاطر تونس تقعد بلادنا وبلاد باهيه ياسر وكل شيء مالغري الظروف وكل شيء تقعد تونس ديما ديما لو ميغ بي او موند نقول. قل لي عندكم الشمس نتاعنا ذي سولي لا في مارسي عندنا الطقس ببري كيف كيف مش بعيده ياسر على تونس. والهواء النسمه التونسيه نسمه تونس وحدها بالحق والله الناس نتاع تونس وحدها. والبحر نتاعنا العزيز الغالي مش عادش نعوم كان هنا. انا بنت مارسي مولوده في مارسي مولوده في مارسي عندنا البحر قدام دارنا نعوم كان في تونس. وين في تونس تعوم؟ دو بارتو في سليمان في حمامات في سوسه في حمام الشط دو بارتو في الزهره اي بحر المهم بحر مارسيلي اكزاكتومون كي نوصل هنا البحر كله وين نمشي نعوم ما يقلقش المهم مارسي وفرنسا اكزاكتومون اكزاكتومون. بون هذوما بالحاجات اللي سبيسيال في تونس الشمس البحر الطبيعه كل شيء ولا وي ولا زاد لا نوريتور نتاع تونس الغله الخضره وكل شيء حاجه ما عندناش غادي خاطر فريمون نتاع السولاي وحاجه ناتشوريل خاطر بيو فريمون حاجه باهيه ياسر. يقولوا الشكل نتاع لي برودوي موجود نحكيو على الغله مثلا ولا الخضره لكن الجو نتاعها نتاع تونس دوريجين ما فماش. نو ما فماش فريمون الجو نتاع تونس يقعد الجو نتاع تونس. يعني تمشيو لفرنسا تمشيو لامريكا تمشيو لاي بلاصه الجو نتاع تونس فلفل وطماط نتاع تونس ما تلقيش لوغو نتاعهم في 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 لوروب ولا وين تمشي. والبوتيخ كيف كيف هذا الخضره الغاله وكل شيء ما تلقيش. بوتيخنا وحده ودلعنا مش نورمال والله مش نورمال. يقولوا ما تعرف قيمه بلادك الا كما كي تسافر وتخرج لبرا. اي صحيح اكيد. عندي اختي ديجا سافرت لفرنسا توحشت ماكله تونس كيما الكسكسي كيما الملوخيه. كنت حقرت وباس فيها. كنت حقرت توحشتها. ما عادش نعرفكم توا انت تحب ترجع لتونس ندمت. عندها ثلاثة جمعات تحب ترجع لتونس. و اي بلادنا راهي قد ما تعمل فيك قد ما تعمل فيك راك تبقى تحب بلادك راه. دونك اختك ندمت بعد ثلاثة جمعات؟ ثلاثة جمعات ندمت ولا تحب تهبط لتونس ماذا بها تو تهبط لتونس. مثلا كنت تقول وقتاش نخرج نرتاح وقتاش نخرج من البلاد وقتاش نرتاح من البلاد وقتاش نرتاح منكم انتم اصلا تو ولات تحب ترجع لتونس ماذا بها تجي توحشت برشا حاجات في تونس كيما قهوتها كيما حاجات انت فيهم معناها حاجات تافهين ولا توا حاجات كبار تو ولات عندها حاجات كبار برشا زاده دونك في بلادنا لازمنا نحبوها اكيد لازمنا نحبوها قد ما تعمل فيك قد ما تعمل فيك وقد لازمك تحبها صحيح وتنجم تعرفها تونس قيمتها من اللي انت لهنا غير معناها تنقصك المويه في حاجات باقي تونس بلادنا باهي مناخ باهي طبيعه شمس باهيه ثروات باهيه ناس باهيه التعليم ما نعرفش ذكي معناها الشعب ذكي يخدم معناها احنا عندنا الكور نتاع فرنسا واخذين البرنامج نتاعنا وقرينا فيه والاساتذه نتاعنا تنجح في بورسونتاج معناها يتسمى 30% ولا 40% معناها كان اللي ينجم صحيح صحيح يخرج معناها اللي ينجح معناها راهو ذكي وكل شيء. وبالنسبه للكلام هذا فيه الصحيح وفيه الغلط. علاش؟ الصحيح اللي هو واحد باش يفقد ناسه باش يفقد احبابه باش يفقد حتى حومته جو داره الثنيه اللي مستانس يمشي ويجي فيها خاطر البرة باش تصعب عليه وحده كذا. ما اذا نقولوا نحن كيما جينيراسيون اللي كيفنا نحن تو لي جون كذا يشوف في وضع البلاد كيفاش صاير يشوف بالحق وضعيتنا بارابور للبلدان الاخرين حتى بلدان عربيه اخرى معناها ابار الدول المتقدمه يشوف الوضعيه كيفاش يقول لك انا نخرج ونتغرب ومثالش نتوجع ونكون روحي ونعمل روحي في بلاد تستعرف حتى حد خدام ولا تستعرف
بقيمة العباد خير من اللي نقعد لهنا عايش في الذل. أبسط شيء حتى تبسيمة في وجوه العباد ما عادش موجود. فهمتني؟ العباد معناها تسمع بها أنت معناها كتفاديك العباد تعبت. هي صحيح علاش خاطر وضعية البلاد ما عادش تساعد باش واحد معناها في الوقت هذا مش كيما قبل. قبل أماتنا وبياتنا كبروا عرسوا وكونوا تو لي ميثود اللي هما مشاو بها وثنية اللي مشات فيها ما عادش نجم توصلنا تو. حتى الجالية نتاعنا اللي يعيشوا في الخارج يقول لك مشيت سافرت أمريكا ألمانيا فرنسا درتهم البقايا الكل لكن ما لقيتش أحلى وأحسن من بلادنا. طبيعي هي واضحة باهية بلادنا. احنا طقسنا راهو طقس كيما تنجم تقول كاليفورنيا ولا كيما أزين بلاد في العالم كيما شنية هي تو كاليفورنيا. الحاجات اللي في بلادنا محلاهم. احنا عندنا نفس المناخ كاليفورنيا يخدموا اكثر مثلا يغرسوا اشجار اكثر يتلاهوا بالفلاحه نتاعهم بالطبيعه نتاعهم بالكذا يتلاهوا بالخدمه اكثر شركات اكثر فلوس اكثر ما بقى احنا نفس المناخ واحنا كاليفورنيا احنا كيما كيف كيف احنا اما احنا فما نقصنا الخدمه معناها تنقصنا التأطير وتنقصنا شوية معناه بقي احنا باهية بلادنا. والله حاجة حلوة في بلادنا بلادها مزيانة كثرة السياحة في تونس عندك برشا مناطق مزيانة في تونس بنزرت بحوراتها مزيانة على الاخر ننصح الناس الكل يمشي دي تزور سوسة حمامات سيدي بوسعيد بلاد مزيانة على الاخر اصلا يجونا من كل بلدان من الجزائر من ليبيا من فرنسا من كل بلدان متى يجيونا وديجا تونس متى في اوروبا متى في دول الاخرين معروفة عندنا فكرة مزيانة عندنا فكرة حلوة وناس طيبة ومعناتها كيش يشوفوا عباد من برا جايين لتونس معناتها التونسي يفرح بيه معناتها يوريه بلاده يفرح بيه والكل وعنا برشا حاجات مزيانة. هذاك راهو شو انت احساسك وش تحب وش باش تفقد هذاك حاجة اخرى هذاك خاطر هو استحش دارهم واستحش فاميلته واستحش الجولة هنا مي باش تقعد ما الا ما نقول احنا جوانب ما الا حاجات ثانويه بارابور اذا انت بالحق تحب تعيش عيشه معناها كريمه تحب تعيش عيشه مستقره تستقر تعمل دار تعمل عيله والناس كلها لازم تضحي دونك انا مانيش نضحي بمستقبلي زاد كجون كمزلت عمري بار اكزومبل 23 سنه اللي عمره 20 سنه اللي عمره 24 باش نضحي بمستقبلي على خاطر انا باش نقعد في جو البلاد اللي نعرفها واللي فهمتني سيتو. نفس الكلام يقولون الأجانب وقت اللي يجيوا لبلادنا سواء كان من بلدان الأوروبية ولا حتى العربية زاد يقولوا عندكم بلاد ما فهميش في البقايا الكل صحيح هم علاش خاطر احنا عندنا حاجة سبيسيال كتونس تونس من أول زمان مش من توح كانت حاجة سبيسيال بل مي ما ناش قاعدين استغلوا فيها كما يلزم ما من ناحية العباد من ناحية الريسورس متاحة من كل شيء دونك باش تقعد كبلاد نتاع جو برك اكهو ماهيش كان ماناش باش نتحسنوا ماناش باش تقعد ديما لي جون باش تقعد تحب تخرج تكون مستقبلها لبرا خاطر ما مش كيما لبرا كيما قلت لك مش كيما لهنا